هنعمل يا حبايبي مع بعض صينيه كيك. هنقول مقاديرها مع بعض كده ان شاء الله ربنا يصحها. معانا كوبايتين دقيق، كوبايه لبن، معانا كيس بيكنج باودر هناخد منه معلقه كبيره، هناخد كيسين فانيليا، معايا 4 بيضات، ومعايا كوبايتين سكر، معايا 4 معالق سمنه. احطهم على اللبن واسخنهم مع بعض، والمقادير التانيه هحطها هنا. نزلت بكوبايه اللبن في الحله دي، وانزل عليها حته السمنه، 4 معالق سمنه وسط صغيرين يعني، عشان احنا نحط نص كوبايه زيت نحطها على النار السمنه على ما اعمل المقادير الثانيه. هنا هنزل بال4 بيضات واخدين درجه حراره الغرفه، مش طالعين من الثلاجه عشان برضو تبقى الحاجه في حالها معاكي مظبوط. هنزل عليه زين الفانيليا، هنزل عليه معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة تخش الزفارة وتخليها هشة وحلوة، وهنزل عليهم برضو الأربع، خليها دلوقتي معانا ايه البيضتين دول مع نص كوباية زيت. زيت اضربهم في الكب، ما عنديش كب، اعملهم بالمضرب اليدوي، اعملهم في الخلاط عادي. لو بالمضرب اليدوي هياخدوا منك ايه يعني فتره 10 دقائق. السكر كده يا حبايبي، ضربتهم في الكب اهو، هنزل بيهم اجيب معلقه كده سموش هنزل بيها عشان نشيل ناخد كل اللي في الكبه معانا اهو يا حبايبي. تلاقي خواطر كده بقى ابيض كده حلو. في اتجاه واحد يعني، انت ربطيت المضرب لو انت مضربه حبه في اتجاه واحد، ما ايه مش مفيش الاتجاه عشان تبقى هشه حلوه معاك. هنزل بقى بالدقيق، كوبايتين الدقيق دي هزاه وسايبه دي هزاه معاكم اهي. كنت هزهم وبعدين افتكرت قلت هزهم وياكم عشان ايه تبقوا معايا في الصوره برده في كل حاجه اهو. هنزل عليهم
معلقة كبيرة كده بالبيكنج باودر، يعني الكيس بيفضل فيه همس، الكيس بيفضل فيه شوية برضه اهو، يعني مش مشكلة، نخليهم من حاجة تانية ونقلب. هنزل بقى بالخليط ده بشوية اللبن، هجيبهم بس من على البوتاجاز ومعايا يا حبايبي هنا كوباية اللبن اللي انا سخنتها مع حبة السمنة، ماشي، هننزل بيهم حبة بحبة. ميقلقوش اهو، هننزل بقى بقوة السوائل بتاعتنا بقى لسه ما حطيناها. الخليط بتاعنا حابب اهو، وانا مولعه الفرن مع اللياف، هحط الصينيه في قلب الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطى، هنضرب الخليط اهو. الصينيه انا دهناها سمنه ودقيق، هننزل بخليطنا كله اهو، كده يا حبايبي اهي، كده يا حبايبي هناخدها ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة في النص اهو يا حبايبي، هنسيبها بقى تاخد براحتها بقى ايه نص ساعة زي ما هتستوي بقى ونبص عليها سوا. اهي يا حبايبي الكيكة بتاعتنا بعد ما طلعت اهي اهي، الف هنا يا رب على قلبكم، وكل سنة وكل أم بخير وطيبة، وكل حبيبة يا رب يبارك لنا في أمهاتنا جميعا ويخليهم لنا، وكل سنة وهم بألف خير وبصحة وسلامة يا رب. عيد أم سعيد على الجميع يا رب، ربنا يبارك في أمهاتنا ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين ويرحم كل أم توفى. أهو يا حبايبي دي بقى، أهو يا حبايبي اسفنجية اسفنجية ما شاء الله عليها جميل. وعرها جميلة من فوق ومن تحت، جميل الفا.